فريد الأطرش يعتبر علم من أعلام الفن العربي بألحانه الشجية وأفلامه اللي تميزت بوجود عدد كبير من الأغاني والاستعراضات، وشكلت المرأة جزء كبير ومهم في حياة الفنان الراحل فريد الأطرش. ومن بين هؤلاء النساء في حياته والدته علياء المنذر، فشكلت والدته عامل مؤثر جدا في حياته. فبعد ما كانت بتعيش حياة مرفهة في جبل الدروز بسوريا، اضطرت للهرب لمصر مع أبنائها بعد اعتقال الفرنسيين لجوزها وبعض من أفراد عيلتها، وعانت علياء المنذر جدا علشان تقدر تربي أولادها، وده خلى فريد يشوفها رمز للمرأة القوية الحنونة اللي قدرت تتحمل مسؤولية أسرة كاملة بعد ما شافت ظروف صعبة وقاسية. وطبعا ده أثر في فريد الأطرش لدرجة إنه كان بيدور على ملامح أمه وصفاتها في كل ست بيحبها. أسمهان، أخته المطربة الكبيرة أسمهان أو الأميرة أمال الأطرش، كانت برضو من ضمن النساء اللي أثروا في حياة فريد الأطرش. فبعد رحيلها في حادث يقال إن المخابرات البريطانية هي اللي دبرته سنة 1944، انقطع فريد الأطرش عن الأعمال الفنية لفترة وعاش أيام صعبة ورساها بثلاث أغاني، وهي يا زهرة في خيالي، ويا منى روحي وسلاما، وكفاية يا عين. وأكيد كلنا عارفين أغنية يا وحشني رد عليا اللي غناها الفنان الراحل محرم فؤاد، واللي كان فريد ملحنها علشان يغنيها هو، لكنه مقدرش لأنه كان كل ما يغنيها يفتكر أخته أسمهان ويعيط. بالتحديد في مقطع الليل شافني وحدية، خدني في حضنه وسهرني، ونجومه بقت حواليا تحكيلي وتفكرني، بتفكرني بلياليك، بتفكرني بكلامك، بتشوقني لعينيك، بتشوقني لكلامك، يا حبيب الروح والعين، سلامات سلامات، رح أشوفك إمتى وفين، سلامات سلامات. كان كل ما يوصل للمقطع ده يعيط وما يقدرش يكمل الأغنية، فاقترح عليه المخرج عز الدين ذو الفقار إنه يخلي الفنان محرم فؤاد هو اللي يغنيه. فريد كانت بتربطه بأسمهان فوق الأخوة اللي بينهم علاقة صداقة قوية، لأنها كانت قريبة منه في السن، ولما ماتت شكلت وفاتها صدمة كبيرة قوي لفريد الأطرش، وكانت سبب كبير في الحزن اللي باين في كتير قوي من أغانيه وألحانه. سامية جمال، جمعت بين الراقصة سامية جمال والفنان فريد الأطرش قصة حب استمرت لمدة 11 سنة، وأثمرت عن عدد كبير من الأفلام اللي تعتبر علامات في تاريخ السينما المصرية. لكن انتهت القصة بينهم بجواز سامية جمال من عبدالله كينج، الشاب الأمريكي اللي أسلم مخصوص علشان يتجوزها، بعد ما رفض فريد الأطرش بسبب تأثير أخوه فؤاد الأطرش عليه الزواج من سامية جمال، وقال إنه ما يقدرش وهو أمير الدروز إنه يتجوز من رقاصة. وطبعا الكلام ده اعتبرته سامية جمال إهانة، وبسببها حصل بينهم قطيعة فنية واتجوزت من واحد تاني. لكنها صرحت بعد كده وقالت إن فريد الأطرش بالنسبة لها هو حبيب العمر في الفن وفي الحياة، وإن أجمل أفلامها هي الست أفلام اللي عملتهم مع الموسيقار فريد الأطرش. وبعدين كان حبيب العمر في الفيلم وفي الحياة. ليلى الجزائرية، بعد انفصال سامية جمال وفريد الأطرش فنيا، بدأ فريد الأطرش يدور على بديل لسامية جمال، وفي إحدى صالات الرقص في العاصمة الفرنسية باريس شاف الفنان فريد الأطرش الراقصة ليلى الجزائرية، وعجبوا رقصها وقدمها معاه خلال فيلم عايز أتجوز. وبالرغم من إن كان في بينهم قصة حب لمدة 5 سنين، إلا إن القصة ما كملتش وانتهت بعد ما قدمت معاه 3 أفلام. شادية، بعد طلاق الفنانة شادية من عماد حمدي، عاشت شادية لفترة قصة حب مع الفنان فريد الأطرش، لكنها انتهت بالفشل بسبب نمط حياة فريد الأطرش اللي ما كانش مناسب لحياة شادية. فهو كان بيحب السهر، لكن هي كانت بتفضل حياة الاستقرار. وبعدها اتجوزت من الفنان صلاح ذو الفقار، وكان فريد الأطرش بيعاني من حبه لشادية. وقالت الفنانة مريم فخر الدين في حوار تلفزيوني ليها إن فريد الأطرش استعان بيها علشان تقنع شادية إنها توافق على الجواز منه، لكنها رفضت. سلوى القدسي،
هي حبيبة الفنان فريد الأطرش والوحيدة اللي ارتبط بيها ارتباط رسمي بعد ما أعلن خطوبته عليها، وكان من شدة حبه ليها صرح في أحد المرات وقال إنه بيدعي ربنا إنه يمد في عمره علشان يعيش معها، لكن القدر كان أسرع من رغبة فريد الأطرش في الحياة مع حبيبته، فرحل عن عالمنا بعد شهور من خطوبته، بالتحديد يوم 26 ديسمبر 1974، علشان تقفل الستارة على حياة واحد من أشهر عزاب الوسط الفني. في نهاية كلامي حابب أقول حاجة، وهي إن في مقولة بتقول يولد الإبداع من رحم المعاناة، وهو ده بالظبط اللي حصل مع فريد الأطرش اللي ترجم كل معاناته وآلامه لألحان وفن اتميز بيه عن غيره، وبقى بسببه عالم زي ما قلنا من أعلام الفن العربي. رحم الله الموسيقار فريد الأطرش. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحية.